examination حاله الابدومين. الابدومين عندنا في انسبكشن بالبيشن في بيركشن اند اوسكلتيشن. مبدئيا الانسبكشن بنقسمها لازم تقسيم الابدومين كبيره جدا جدا فلازم عندنا سيستم تقسيم. رقم واحد عندنا حاجتين جنرال. ايه الحاجتين جنرال؟ رقم واحد في الجنرال الموفمنت ويز ريسبيريشن، يعني البطن اتحرك كويس مع ريسبيريشن ولا لا، اتنفس عادي نفس ثاني مفيش مشاكل. والسؤال ايه اللي يعمل مشاكل مع ريسبيريشن؟ ليه مشاكل مع ريسبيريشن؟ مرضين، لو عندي تنس اسايتس بطني قد كده مش هتحرك خلاص، عندي حاجه اسمها ريستريكتد ريسبيراتوري موفمنت، ادي رقم واحد. رغم اثنين انه عندي بيريتونايتس، الحركه متعبه مؤلمه مش هتحرك. اذا المرضين اللي عملوا ريستريكتد ريسبيراتوري موفمنت اوف ذا ابدومين از بيريتونايتس، رقم اثنين عندي تنس اسايتس، بنزل في امتحان التنس اسايتس، رقم واحد. رقم اثنين في الحاجات الجنرال انا عندي حاجتين جنرال كبار، الكونتور اوف ذا ابدومين. النورمال ابدومين تقريبا زي ديت اللي هي فلات او مايت سكافويد، فلات او مايت سكافويد. سكافويد يعني ايه؟ يعني كونكيف شويه ويز بريزيرف تويست، ويز بريزيرف تويست، ده النورمال ابدومين، ده النورمال كونتور. ساعات ما نلاقي واحد مثلا عنده هيباتوميجالي او سيوميجالي او عنده اورجانوميجالي او معاه اسايتس، نلاقي عنده ديستند ابدومين، ديستند ابدومين ويز فول فلانكس، بالذات لو معاه اسايتس فول فلانكس. ويسألك سؤال الديفرنشال دايجنوز اوف ديستند ابدومين، رقم واحد فات، اثنين فيتس اف اف فات اوبيز فيتس بريجننسي فلويد اسايتس فول بلادر فايبرويد، كل دي يا جماعه عباره عن ديفرنشال دايجنوز اوف ديستند ابدومين. ده رقم واحد خالص في الاكزام في الانسبكشن. رقم اثنين بنسبكت الانتير ابدومين وول والباك. الانتير ابدومين وول بنقسمه الى حاجات في الميد لاين وحاجات في السايد، حاجات في الميد لاين وحاجات في السايد. في الميد لاين من فوق لتحت، من فوق لتحت. اول حاجه في من فوق حاجه بنسميها سبكوستال انجل. واضحه يا جماعه سبكوستال انجل مالها؟ عامله كده شايفينها؟ مالها سبكوستال انجل؟ از نارو سبكوستال انجل، از اكيوت سبكوستال انجل، نارو خلاص. النورمال سبكوستال انجل من 70 ل 90، من 70 ل 90 which is a case، من 70 ل 90 رقم واحد. طب ايه اللي يعملها يا جماعه اوبتيوس سبكوستال انجل؟ يعني اوبتيوس سبكوستال انجل لو عنده انكريز في الانترا ابدومينال بريشر من النوع الكرونيك، كرونيك انكريز في الانترا ابدومينال بريشر بيرفع الضغط هنا فيعمل وايدنينج ويخليها اوبتيوس سبكوستال انجل، زي هيباتوميجالي زي سويميجالي زي اسايتس، رقم واحد. رقم اثنين بنشوف ايبيجاستيك بالسيشن، واحنا نازلين عاملين كده تاني ونشوف ايبيجاستيك بالسيشن، في مشاكل؟ وقف نفسك، مفيش مشاكل. طيب لو لقينا في ايبيجاستيك بالسيشن برضه يا جماعه هنحط ايدينا في الانسبكشن نشوف جايه منين. خلاص ممكن نلاقي طبعا نورمال بالسيشن، لو جاي واحد نورمال لو رفيع شويه او عنده ابدومينال اورطه هايبر دايناميك شويه. طيب رقم اثنين. رقم ثلاثه بنشوف ساعات بنشوف البريستالسيس، البريستالسيس ساعات بنشوفها يا جماعه لو واحد رفيع شويه وعنده طبعا هايبر اودبل وعنده هايبر كاينيتيك موفمنت اوف انتستين. بعد كده بنشوف الامبليكس. قبل الامبليكس نطلع فوق ثاني حاجه اسمها دايفركيشن اوف ريكتاي، دايفركيشن اوف ريكتاي اذا بنعملها بنقول عيان هم بروسك، اطلع فوق شويه كده. ايوه 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 بص هنا يا جماعه نورمال، نورمال شايفين نورمال ازاي يا جماعه؟ دي الريكتس ماسل ودي الريكتس ماسل. ارجع تاني استريح. ساعات بنلاقي عندنا دايفركيشن ريكتاي، يعني ايه؟ يهم براسه بنلاقي عندنا تو ريكتاي فصلوا عن بعض، مش كده بس، ومع الانكريست بريشر في الانترا ابدومينال بريشر يبدا اللينيا البا اللي هي ان بتوين تو ريكتاي تبلج فوق. هم براسه عنده يا جماعه حاجه بلج كده بيسموها في الجراحه هيرنيا اوف لينيا البا، مفيش موجود هنا، مش موجوده هنا لان هو نورمال. ثم الامبليكس، ثم الامبليكس. الامبليكس يا جماعه لما كومنت عليها اس اس وكومبليكيشن سايت اند شيب والكومبليكيشن. اول حاجه السايت نورمال ميد واي بتوين الزيف ستيرنم اند سيمفيس بيوبس، او يعني بتكون مايلد يعني شيفتد داون وورد حاجه بسيطه 1 سم بكثير قوي. Which is no, which is a case. مالها يا جماعه؟ تقريبا ميد واي بتوين
midway between الزيف ستيرم and سيمف سبيبس. رقم واحد. رقم اثنين بنشوف الشيب. هي inverted. هي هنا inverted. لو هي inverted ابدأ ادور على complication. اللي يعمل inversion يا جماعة اللي هو increase في الانتر ابدومن بريشر. وساعات يا جماعة بنلاقي عندنا بالpalpation inside impulse on cuff اللي بتindicate ان عندي بارا امبريك. رقم ثلاثة غير السايت وغير الشيب بنلاقي عندنا الكومبليكيشن. اول كومبليكيشن بنلاقي دايليتد فين اراوند ذا امبريكس. دايليتد فين اراوند ذا امبريكس اللي هي بتسيجنيفاي بورتال هايبرتنشن وبنسميها كابت ميدوزا ودي عباره عن بورتو سيستميك شانت. ده رقم واحد. اول كومبليكيشن اللي هي بورت سيستميك شانت بنسميها كابت ميدوزا. كابت ميدوزا يا جماعه بتملى لو فضيت اي فين بيملى اواي فروم امبريكس. يعني فضيت لو هنا تطلع كده كده تطلع كده كده تطلع كده اي حاجه away from the umbilicus. رقم واحد دي لو انت احتاج شويه في البابيشن. رقم اثنين بشوف بيجمنتيشن زي مثلا اديسون يعني بيجمنتيشن زي كولين ساين بتاع البانكرياتيتس. رقم ثلاثة بشوف ديسشارج قد يكون ستول لو عندي فيستولا بتوين انتستين والامبريكس. خلاص قد يكون طلع يورين لو عنده حاجه اسمها بيتنت يوريكس. يوريكس يا جماعه ده امبريولوجي. خدناه في الامبريولوجي ده عباره عن الجزء اللي هو بيكون يورين سيستم بيكون بلادر. ساعات يا جماعه يبقى فيه ريمننت. الريمننت ده يا جماعه يوصل بتوين البلادر والامبريكس. لو بقى مفتوح بيتنت وفتح على البلادر جوه فتح على السكين بره يعمل لي خراج اليورين. ده في الاطفال. ممكن طلع بص لو عنده بيرتونايتس وعنده بص وعامل فاتح على السكين. اتفقنا؟ ثم بعد كده يا جماعه نشوف السوبر بيبك اريا. والسوبر بيبك اريا بنشوف الديستريبيوشن اوف ذا هير. وكلكم عارفين ان في حاله الليفر سيل فيلير ديو تو انه بيحصلش تكسير كويس للاستروجين بيحصل العيان الراجل يحصل له فيمينايزيشن. يعني ايه فيمينايزيشن؟ يبدا يا جماعه البيبك هير يبقى واخد فيمينايز ديستريبيوشن يبقى ليه برود ابر سيرفس. هنا واخد ماسكلاين ديستريبيوشن طالع لغايه الامبريكس. ده كل ده فين يا جماعه؟ في الميد لاين. طيب نيجي حاجات بعد كده في السايتس اوف ذا ابدومين. السايتس اوف ذا ابدومين نبدا يعني حاجه زي حاجه فوق وحاجه تحت بينهم اربعه او خمسه اس. حاجه فوق اللي هي جانيكو ماستيا. حاجه تحت اللي هي فيمورال اورفيسيس فيمورال انجوان هيرنيا. ثم اربعه اس. اول اس بنشوفها عندنا هي السكار. سكار نو سكار. طب ليه سكار؟ هنقول ايه؟ هنقول كومنت على سكار. ايه هو الكومنت على سكار؟ يا ريت تقول لي اسم السكار. يعني سبكوستال مكبيرن سكار كوخر يا ريت. رقم واحد. رقم اثنين هتقول لي الكومبليكيشن اوف ذا سكار. هل هو لحم برايمري انتنشن ولا سكندري انتنشن؟ هل في كومبليكيشن؟ عندي كلويد ده يا جماعه تخين شويه. هل في مثلا انسيجن هيرنيا؟ في هيرنيا كح يطلع امبلس. هل في ديسشارج؟ هل في ديهيسنس؟ هل في انفكشن؟ كل ده يتشاف يا جماعه في الاول سكار. اذا رقم اول اس سكار. ثاني اس سويلنج. مفيش سويلنج. اتسويل في الكومنت. ثالث اس عندنا سكراتش مارك علامات حرش. ايه اللي يعمل كده؟ عندنا في البطن عندنا اوبستراكتف جوندس. لان الاوبستراكتف جوندس يا جماعه في عندنا اوبستراكشن للكومبال دكت. يطلع البايل سولت على الدم تعمل بروريتس يقعد يهرش. يبقى اول اس سكار. ثاني اس سويلنج. الاس الثالثه عباره عن سكراتش مارك. الاس الرابعه اللي بندور كمان يا جماعه على السكين بقى دايليت فين بيجمنتيشن. خلاص. وفي ساعات نقول اس خمسه الاسترايا. الاسترايا استرايا الخطوط. في عندي كم نوع من الاسترايا؟ ده سؤال بيتسال عن الثلاث انواع من الاسترايا. اول نوع من الاسترايا لو عندي استرايا نيجرا دي في الفيميل في البريجنسي تبقى تحت الامبريكس استرايا نيجرا. تاني نوع اسمها استرايا البا اي حد يدخن مره واحده بريجننسي مره واحده يعني بريجننسي وبطن خير بستيتشز اساتس. خلاص. او حتى ايفن كمان الناس اللي بيلعبوا حديد يا جماعه موجوده هنا استرايا عباره عن ايه؟ ان حصل رابشر اوف الاستيك تيشو في السكين. فلما حصل رابشر عمل اكسبوجر اوف سبكيوتينيس فات اللي هو لونه ابيض اسمها استرايا البا. النوع الثالث من استرايا استرايا روبرا. روبرا يعني احمر. استرايا روبرا خط حمراء بتبان يا جماعه في الكوشنج سندروم او الكوشن وايت. اتفقنا؟ طيب دي رقم واحد كده خلصنا معاه من الانتير ابدومينال وول. نيجي للباك.
الباك عبارة عن ايه؟ اول حاجة في الباك بنشوف سكار، بنشوف في الباك سويلينج، بنشوف في الباك تافت اوف هير. تافت اوف هير بتلاقي تجمعات من الشعر موجودة ورا. ده يا جماعة بسيجنيفاي مرض اسمه اوكالت سباينا بيفيدا. يعني ايه اوكالت سباينا بيفيدا؟ بتلاقي تجمعات من الشعر كده، ده كان عنده سباينا بيفيدا، حصل السباين بقى بيفيد، ما مشقوق. اتفقنا؟ طيب بنشوف طبعا الديفورميتي في الباك برضو، مفيش مشكلة. خلص الانسبكشن. طيب نيجي للبالبيشن بسرعة. البالبيشن عندنا في الابدوم سوبرفيشال بالبيشن، دي البالبيشن رقم واحد، لازم تبقى ايديا وورم. اتنين، لازم اتني رجل العيان عشان اريلاكس الابدومينال فاشيا، عشان اريلاكس الابدومينال فاشيا. رقم تلاتة بقى يعني ايه سوبرفيشال بالبيشن؟ يعني انا بقسم بطن العيان الى تسع مناطق. تسع مناطق دول يا جماعه عباره عن رقم واحد حاجه اسمها رايت هايبوكوندريم، اتنين ايبيجاستريك، ليفت هايبوكوندريم، لامبر جاستريك او امبرايكال اند ليفت لامبر. بنقسمها الى رايت الياك وهايبوجاستريم او سوبرا بيوبيك اند ليفت الياك فوسا. رايت الياك فوسا، ليفت الياك فوسا. وانا بعمل ايه يا جماعه؟ ببدا اعمل بالبيشن. بالبيشن ازاي؟ سوبرفيشال، مركز بايديا، ببص على العين بوشي. يبقى انا بعمل كده، حاجه كده في الامتحان، احط ايدي، عارف ايدي فين وعينيا هنا. فادي السوبرفيشال بالبيشن ثلاث حاجات. رقم واحد تو جين بيشنت كونفيدنس، العين ياخد عليك، ما اخش على روحك دي بالبيشن. لا، رقم واحد لازم اعمل سوبرفيشال بالبيشن. اثنين، اعين اي سوبرفيشال سويلنج خلاص بايديا، مركز بايديا. رقم ثلاثة، أعين أي تندر نفسي أشتغل معاه، لازم أخش أبص في وش العيان. بعملها إزاي؟ كده. شايفين يا جماعة إيديا فين؟ أنا بقول سوبرفيشال بالبيشن نو أبنورماليتي ديتكتد. نو أبنورماليتي ديتكتد. لقيت أبنورماليتي أقول سوين في تندر نفسي أي حاجة. طيب الديب بالبيشن، الديب بالبيشن بقى أقصد بيه أورجن أورجن. واهم اورجان عندنا الليفر والسبلين والكيدني والجو بلادر والكولون والبرا اورتيك فلوت. طيب نمسك واحد واحد. لو الدكتور في الامتحان قال لي لو سمحت بالبيت فور ليفر، اقول له حاجه عشان اجيب الليفر كويس. بالبيت فور ليفر، اللور بورد اوف ذا ليفر، لازم اجيب الاور بوردر باي هيفي بركشن، بحيث انها تايد بركشن خدها من شويه في الكارديولوجي. جبت الاور بورد اوف ذا ليفر بالهيفي بركشن، اجيبها رقم واحد. رقم اثنين، اجيب اللور بورد وبقسم الليفر الى رايت لوب وليفت لوب، رايت لوب وليفت لوب. الميثود اوف رايت لوب، رغم واحد اني امشي من رايت الى فوسا واقول عيان لما ادوس خد نفس، لما ادوس خد نفس، نفس 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 نفس. انا ايديا ماشيه كده يا جماعه لاترال تو ريكتس ابدومينال، حاشي ما احط ايده كده، لا انا مش كده. نفس نفس نفس، مفيش مشاكل. دي طريقه. في طريقه تانية يا جماعه بالتبس كده، نفس نفس نفس، مفيش مشاكل، نفس. دي طريقه. في طريقه ثالثه اسمها الباي مانوال، ودي مش هعملها بقى غير لو انا مش حاسس ليفر، ابدا اعملها. مش امتحان اخش على باي مانوال على طول، لا اخش ديت او ديت. لو مش حاسس اعمل باي مانوال. ازاي بقى يا جماعه؟ ارفع ايديا كده وامشي كده زي اوكي. البايمان يا جماعه تاني، عشان بحط ايديا في اللمبر ريجن وارفع وابدا احط ايدي كده، نفس نفس نفس، مفيش مشكل. دي البايمان. ساعات انا بعمل طرق اخرى اسمها، لو مش حاسس الليفر تاني بعمل طرق اخرى، منها حاجه اسمها الهوكينج. هوكينج يعني مع اصطاد صناره. ادي الكوستر مارجن عامل كده وانا احط ايدي كده وانا اخد نفس. دي يا جماعه نعملها عن ان سيمي سيتنج بوزيشن. سيمي سيتنج، برفع كده وابدا احط ايدي كده، خد نفس مش حاسس حاجه. تاني اهي عشان تشوفوها، مفيش مشاكل. اسمها الهوكينج، اسمها الهوكينج ستارت. في طريقه تاني اللي عنده تنس اسايتس، بطنه عامله قد كده. طب انا هوصل ليفر ازاي؟ اعمل حاجه اسمها ديبنج كده. ديبنج، احط ايدي على عيان واعمل كده. شايفين يا جماعه؟ اتني ايديا عند الميتاكارب فرينجال جوينت، محدش يدني صوابعه، بتني هنا بس كده مكان الليفر. امتى نعملها؟ لو عند تنس اسايتس.
اتفقنا؟ اذا طرق الليفر تاني الكلاسيك ميثودز، الباي مانوال، الهوكينج، الديبينج. اتفقنا؟ طيب تاني يا جماعه الديبينج تاني هي كده 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 عن تنس اسايس. في حاجه اسمها سكراتش ميثود او اسكالتاتوري ميثود، اللي احط السماعه هنا واعمل سكراتش، اقرب ناحيه السماعه، اقرب ناحيه الليفر ان انا شاكي انه موجود ولا مش موجود، لو لقيته الاقي صوت بقى اعلى. ما تعملش عالم في الامتحان. اسمها سكراتش، اسمها ماكلويد ميثود. ده كل الرايت بورد، رايت اللور بوردر اوف رايت لوب، اللور بوردر اوف رايت لوب. هندور بقى على ايه؟ اللور بوردر اوف ليفت لوب. اجي عند الامبريتس وابدا اعمل كده، نفس 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 نفس، مفيش مشاكل. نورمال ليفر ما بتحسش لانه فيري سوفت، احسه في مشكله. فانا طيب هاو تو كومنت على الليفر، رقم واحد كبير ولا صغير؟ عندي بحاجه اسمها ليفر سبان. هو الليفر سبان الفرق بين ابر بوردر واللور بوردر. انا اوريدي جبت الابر بوردر هيفي بركشن عند الخامس، عند اللور بوردر. النورمال ليفر سبان عباره عن الفرق بينهم، هو نورمال في الميد كلافيكولار لاين الليفر سبان من 8 الى 16، والميد لاين الفرق بين ابر اند لور بوردر من 4 الى 8. كبر عن كده بهيباتوميجالي، ادي رقم واحد. رقم اثنين بكومنت على الليفر تاني الكونسيستنسي بتاعته، اخبار ايه؟ هل هو سوفت ولا هل هو فيرم ولا هل هو هارت؟ سوفت ما بتحسش، فيرم لهارت. والهارت مالجنسي هيباتوميجالي كارسينوما. البوردر، هل بوردر شارب ولا بوردر راوندد؟ اذا اعرف شارب ولا راوندد احساسك قوله. بس في طرق يا جماعه بتسهل لنا، الشارب حط ايدي كده يطلع فوقيه، الراوندد انا اطلع فوق الراوند. انا عندي شارب بوردر اعمل كده خد نفس راح نزل، ادي الليفر اهو وانا ايديا اهي دايس كده خد نفس راح نزل فوقيه. لو راوندد بقى اعمل كده ينزل تحتيه، خلاص ينزل تحتيه. دي طريقه من طرق الليفر نعرف راوند ولا شارب. ادي رقم واحد. رقم اثنين، رقم ثلاثة pulsating ولا لأ؟ إذا نعم pulsation باي مانوال وقف نفسك، مفيش pulsation. تندر ولا لأ؟ بعمل كده وأنا بأكزامن يا جماعة، ببص على العيان، نوت تندر نوت pulsating. إذا هاو تو كومنت إني عندي حاجة هنا مكانها بتاع الليفر، والحاجة دي انترا ابدومينال أنت ريليتد تو ذا فريم، نتحرك مع الاسبيريشن. رقم واحد. رقم اثنين كبيرة صغيرة هيباتوميجالي، البوردر شارب ولا راوندد، كونسيستنسي فيرم ولا هارد، بالسيتنج ولا لا، تندر ولا لا. ده الليفر. نيجي على السبلين، والسبلين يا جماعه ببدا من رايت ايليا فوسا، اتنين رجليك ما تنسوش يا جماعه اتنين رجليك، ريحها بس. ايوه كده كويس. بمشي يا جماعه من رايت ايليا فوسا، نفس 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 نفس، مش حاسس. دي يا جماعه طريقه السبلين، ببدا من هنا ومش كده. في طرق اخرى للسبلين. اول مره ان رايت قاعد العيال ان رايت لاتر بوزيشن، لو سمحت نام على جنبك اليمين شويه، على جنبك اليمين. لما نام على جنبه اليمين انا بعرف انا مش حاسس الليفر، لما نام على جنبه اليمين حاسس السبلين، اسف السبلين ينزل شويه، ابدا يا جماعه احس في سبلين ولا نفس نفس مش محسوس خلاص. ونفس زي الليفر بالظبط، زي ما قلنا في ديبنج، في ديبنج تنس اسايتس خلاص. وزي ما قلنا ان في عندي هوكينج، عندي هوكينج بقف برضه يا جماعه من ورا عيان ناحيه الشمال بايدي الشمال، نفس خلاص. طب السبير يا جماعه اول ما يكبر يبقى كبر، اول ان شاء الله حتى حسيته يبقى كبر اتليست ثلاث مرات، ده السبير. ثم الكدني بسرعه، الكدني لازم يكون باي مانوال. كومنت على فكره على السبين هو نفسه كومنت على الليفر، السبين هو نفسه كومنت على الليفر، كونسيستنسي وكام فينجر بقيس يا جماعه من الرايت. ممكن يا جماعه احط العيان برضه يا جماعه في الليفر سبلين، احط ايد العيان، افرض مثلا حسيت الليفر هنا، احط ايدك كده على الكوستال مارجن هنا، يبقى كام صباع؟ يبقى اربع صوابع. نفس الكلام حسيت السبلين هنا باربع صوابع عند الميد كافيكال لاين، واسالك الدكتور ديفينيشنز ايه هيوج سبلين، هيوج سبلين، سبلين ذات كروس ميد لاين ذات كروس امبليكس، وليه ديفرنشال دايجنوزس اهمهم البورتال هايبرتنشن المكبر السبلين، سواء كان هذا البورتال هايبرتنشن سببه فايبروز بتاع بالهارسيا او سيروز بتاع هيباتيتس سي. رقم اثنين اللي يعمل كده حاجه زي الثاليسيميا. رقم ثلاثه كرونيك مايلويد لوكيميا. اربعه انفلتريشن ساركويدوزس امايلودوزس انفكشن كرونيك مالاريا كلا ازار. متفقين؟ متفقين.
حافظ ان انا معايا سؤال مهم جدا. طيب نيجي بعد كده يا جماعه على الكدني. الكدني عندي تو كدني والكدني لازم باي مانوال ايدي في اللامبر ريجون وصباعي ده معايا في الريال انجل. اين توجد الريال انجل؟ ومعط الريال انجل يا جماعه هي ادي عضله اسمها ساكرو سباينالس. ساكرو سباينالس وادي اخر كوستال مارجن يا جماعه شايفين؟ ادي ديت مع اخر كوستال مارجن ده اخر ضلع دي اسمها الريال انجل. انزل تاني ايدي هنا يا جماعه عامله ازاي؟ اقعد 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 ايدي هنا بدوس هنا يا جماعه بشوف تندر نسوى لا واعمل كده خلاص؟ نفس مفيش مشاكل اوكي؟ لو حسيتها يا جماعه ببدا احس الشكل بتاعها هل هي كدني ولا لا؟ الناحيه الثانيه بعمل كده ايدي اليمين ورا وصباعي ده معايا في الريال انجل. شايفين يا جماعه بعمل ايه؟ بعمل كده. محدش يعمل كده. انا احب يا جماعه ادي وشي للعيان اعمل كده. اذا اليمين ورا من غير ما احفظ. وصباعي في الريال انجل. الريال انجل بتبقى تندر في معظم حالات الكلى حالات امراض الكلى. سواء كان هايدرونفروزيس سواء كان دولنفرايتس سواء انفكشن سواء جلونفرايتس فعندنا تندر ريال انجل. ويسال سؤال الدكتور ايه الفرق بين ليفت كدني والسبلين؟ في ماس هنا. اول فرق بينهم ان السبرين فيه نوتش ولازم كومنت عليه موجود على الميديال بوردر بتاع انترو ميديال بوردر بتاع السبرين. مفيش نوتش يبقى كدني لو فيه يبقى سبرين بس مش شرط يكون موجود في السبرين ممكن يكون مالتيبل كمان في السبرين. طب رقم واحد. رقم اثنين لو هي كدني انا اقدر لو هي كدني اقدر اغرز ايديا ما بين الماس ديت والكوستر مارش انا اقدر اعمل انسينويشن صبعي لكن لو سبلين ما اقدرش. سبلين يو كان نوت انسينويت يور فينجر. رقم اثنين. رقم ثلاثة خدنا حاجة اسمها تروبس اريا. تروبس اريا بتكون ضل هناخدها في تشيست ان شاء الله ضل فين؟ في لو عندي سبيوميجن لكن تكون ريزوننت لو عندي رينال. رقم ثلاثة أربعة حاجة اسمها بالوتمنت. يعني ايه بالوتمنت؟ يعني رج. يعني ايه رج؟ عندي كيس فيه مية جواه طوبة في النص. اخبط من هنا الطوبه الموجه الثانيه عن طريق الميه تخبط في الطوبه اروح ناقلها الناحيه الثانيه. انا بعمل كده يا جماعه وبحس. بسمي البالوتمنت انتيرو ولا بوستيرو اكوردنج للايد اللي بتحس. يعني ضربت فوق حسيت تحت اسمها بوستيرو بالوتمنت، ضربت تحت حسيت فوق اسمها انتيرو بالوتمنت. خلاص؟ السبلين از فقط انتيرولي بالوتد انتيرو بس. امال الكدني انتيرو اند بوستيرو ده فرق بينهم ازاي؟ بوستيرو عملت كده حسيت عملت كده ما حسيتش يبقى دي سبلين عملت كده حسيت عملت كده ما حسيتش تحت يبقى دي يا جماعه سبلين لكن عملت كده حسيت عملت كده حسيت يبقى دي كدني. اذا الفرق يا جماعه بينهم بصراحه هي البوستيرو بالوتمنت. اعمل كده حسيت يبقى كدني اعمل كده ما حسيتش يبقى سبلين. نيجي على الجول بلادر. الجول بلادر يا جماعه فين مكانها؟ مكانها موجود عند الجنكشن بتوين اللاترال بوردر اوف ريكتس ابدومينس مع الكوستال مارجن هنا. خلاص؟ او فيها يا جماعه طريقه ثانيه الليفت انتيريو سوبيريو اليك سباين مرورا بالامبلايكس لغايه ما يقابل الكوستال مارجن. الجول بلادر يا جماعه تتحرك فروم سايد تو سايد نوت اب اند داون. اتفقنا؟ واشوف تندرنس ولا لا. طيب بعد كده يا جماعه عندنا الكولون. الكولون يا جماعه سيجمويد كولون عند الليفت اليك فوسه بعمل كده. الليفت اليك فوسه بعمل كده. ممكن يتحس يا جماعه لو واحد نورمال لو رفيع شويه وعنده فول سيجمويد كولون. تكون سوسيج لايك. سوسيج يعني ايه يا جماعه؟ زي السوسيس. اتفقنا؟ خلصنا البالبيشن نخش على البركشن. هنا يا جماعه نرجع نفرد رجل العيان تاني. البركشن يا جماعه رقم واحد عندنا مايد بركشن بنعمل حاجه اسمها ني البو بوزيشن. اثنين مود بركشن بنعمل حاجه اسمها شيفتك دامس. لو عندي تنس تنس اسايتس تنس اسايتس اذا رقم واحد مايل اسايتس بنعمل له ني البوزيشن. مودريت اسايتس بنعمل له شيفتك دامس. اخر حاجه معنا لو ماسيف اسايتس بنعمل له حاجه اسمها ترانسميتد ثريل. اول حاجه الني البوزيشن نعمله ازاي؟ اول حاجه انا واحد طبيعي جدا ني البوزيشن اروح جاي عند الامبلايكس واعمل بركشن ريزونانت. لو سمحت بسرعه نام على وشك كانك بتصلي كانك بتسجد ماشي بسرعه نام كانك بتسجد ايوه بس حط كعب ايوه هنا وهنا وارجع رجليك لورا شويه خلاص
واجي بقى عند الامبلايتس تاني واعمل كده ريزونانت. لكن لو ضل يبقى عنده ميه، لان الميه يا جماعه لما نمت كان مفيش مشاكل، ارجع تاني لما نمت كان في مشاكل، لما جمعت هنا هتصبح ضل، لكن هو ريزونانت كده وكده ده نورمال. رقم اثنين مودريت من حاجه اسمها شيفتنج دانس. شيفتنج دانس انا ببدا تحت الليفر فوق الامبلايتس شويه تحت الليفر واعمل مفيش مشاكل. افرض ايه الضلنس هنا؟ اقول عيان لو سمحت اعمل ميكتوريشن، روح الحمام احسن يكون فول بلادر. طيب ثم ابدا اعمل كده كلها ريجنال. افرض ضل اتاكد زي ميه او فلويد نام على جنبك اليمين وايدي مكانها واستنى شويه واضرب تاني. دي لو كانت ضل، لكن هي ريجنال هو نايم وهو قاعد مفيش مشاكل. الناحيه الثانيه هي ريجنال. افرض ضل اعرف زي هي فلويت ينام على جنبك الشمال واستنى شويه ايدي مكانها ارجع تاني. في مشاكل واضحه؟ لو هو عنده تنس اسايتس اعمل ايه في التنس اسايتس؟ اجي اعمل ضلنس هنا، اعمل بركشن هنا الاقي ضل. طب اعرف ازاي بقى ان الضل ده سبب مع تنس اسايتس ولا سبب ماس؟ اعمل حاجه اسمها ترانسميتد ثريل. ترانسميتد ثريل ازاي؟ العيان يحط ايده في النص كده جامد كده في النص عشان امنع الفات ثريل او كتني او السكين ثريل واعمل كده. لو حسيت الامبلس بالامبلس معاك بتاني عن طريق الفلويد دي فعلا اسايتس اسمها ترانسميتد ثريل اسمها ترانسميتد. لكن هي لو ماس مثلا فايبرويد او بريج او بريجنانسي او حاجه مش هتنقل الامبلس. البيبي بس معاه فلويد. اذا الفلويد معاه فيه ميزتين عن اي ماس. رقم واحد انه بيشيفت عشان بيعمل شيفت الدمس. رقم اثنين انه ترانسميت الثريل. نيجي للاوسكلتيشن. اهم حاجه في الاوسكلتيشن يا جماعه اللي هي الانتستاينال ساوند. انسان ساوند يا جماعه بسمعها فين؟ بسمعها جنب الامبلاكس هنا ومسموعه كويسه جدا 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 وهي جرجل ساوند. ايه اللي يزودها؟ لو عنده كوليك، لو عنده دايريه. ايه ينقصها؟ لو عنده انسان اوبستراكشن او باراليتيك اليس زي الهايبوكاليميا. رقم اثنين اسمع فين تاني؟ اسمع لو عندي بورتال هايبرتنشن وكبت ميدوزا بسمع حاجه اسمها فينوس هام. حط سماعه in between the umbilical and the external بس بحاجه اسمها فينوس هام. رقم ثلاثة بسمع ريان ارتري ستينوزيس بسمع ريان ارتري بسمع ريان ارتري بسمع ايه يا جماعه؟ رينال ارتري بروي. ريان ارتري بروي مكانه فين؟ مكانه فوق الامبلايكس 1 2 سم لاترال هنا وهنا خلاص. ريان ارتري بروي عند الريان ارتري تقريبا ال 1. بعد كده بسمع حاجه اسمها هيباتيك راب وسبرينيك راب. هيباتيك راب لو واحد عنده يا جماعه بيري هيباتيتس زي الهيباتوسيل كارسنوما. سبرينيك راب لو عنده سبرينيك بيري سبرينيتس زي سبرينيك انفاركشن. واشهر اكزامبل يعمل سبرينيك انفاركشن هو السيكل سيل انيميا اند انفكتنج كارديتس. واخيرا لو هي في ميل ممكن اسمع فيتا هارت ساوند. ولو قالك اسمع لي مكان واحد على صدر العيان اسمع بالمونري اريا. بالمونري اريا ليه؟ ايه علاقه بالمونري اريا؟ راح يكون عنده بالهاريزيسس. راح يكون عنده يا جماعه بالهاريزيسس وهي اللي عامله له مشاكل الابدون كلها وعامله له بالهارزيا الكور بالمونيان فعامله له بالمونري هايبرتنشن. رقم اثنين اسمع بالمونري اريا. سبب ثاني راح يكون الموضوع اساسا موضوع شيست وعامله لي بالمونري هايبرتنشن وعامله كور بالمونيان. الموضوع بدا اساسا بايه؟ بشيست. ثانك يو فيري ماتش.